اسي امين اسي امين سعد مجيد انا يلزم يقعد معايا السيد رئيس الجامعه قال لي بس إيه على خاطر انت خاطر انت ما تهتمش بالاستقلاليه لا لا نعم قطعش يا امين برشا فوضى عملت يا امين سمعت الناس عاش خويا شوف سامي قال كلام صحيح قال المنظومه نتاع التحكيم تزرع فيها الفساد منذ سنوات والمنظومه كانت مبنيه على شخص معين اللي كان هو اللي الليسته نتاع التعيينات تمشي له وينحي هذا ويحط هذا وكل شيء ودونك ونعرفوا الحكام ولا تمشي عندهم مهمه باش تخسر وتطلع ودي شامبيونات تعطات ودي كوب تعطات هذا كل متفقين به باهي الحاجه صار توا اللي توا ما بين ايمن وسي مراد جا سي ناجي جويني ناجي جويني حتى واحد ما يقول مش كفء ولا ما عندوش تجربه كبيره جاء حب يخدم سلك التحكيم غير على التحكيم عمل الفريق نتاعو كانت المفاوضه نتاعو مع سي واصف جلي حسب اللي قراه لنا سي من الوعود اللي تعملت وكل شيء بدا يخدم على روحه وفي الموسم وعدوه على اساس الحكام باش يخلصوا منذ بدايه الموسم وهنا ما نتفقش مع سامي من حق الحكام باش يقرفوا يا سامي عرفت شو نقول لك علاش؟ لان وقت تشوف حكام وقت حكام يترناو في الستاد في الليل بضوء الكرهب نتاعهم وقبل يترانوا في وامبلي لا قبل حتى واحد يتكلم ودي شريف قبلوا هذاك الانفسهم يا سامي قبلوا هذاك الانفسهم سامي حتى واحد ما كان يتكلم ولا يتجرم مع ودي شريف هذا تقولنا قلنا قبلوا ولا واحد يقول انا نسال فلوس باش يتكلم هكا هو بالعكس يقعدوا 5000 سنه يقعدوا بالعكس هو يخدم بيهم ويحط فيهم ويتحكم فيهم يحب باهي متفقين هنا دوك تجيك الحكام معناها عندهم 3 سنين ما يخدموش عندهم عائلات عندهم مصاريفهم ويتنقلوا بالمصاريف نتاعهم من البقعه للبقعه ويدفعوا في الفلوس وانت تجي كجامعه تقعد باش تخلص الناس هذوما وهنا نعاود نقول لك انا وعلى مسؤوليتي تنحت ناجي جويني مخدومه عندها مده مفتعله دفع على الاستقاله دفع على مش دفع هو طيحوه في البيش خاطر وعدوه بالفلوس وكانوا الفلوس مش باش يعطيوه وتو تتخلق الفلوس مع السيد دعمي مع احترامي سامحني يا سي مجيد لا 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 باش مش... لا باش نفعل معك لا لا سامحني لا لا ما تقاطعش سامحني مجيد خلي كمل خلي كمل الاستقالات بدا يسري سعد الله على اساس استقال وقبل الاستقاله الجماعيه ما تقاطعش مثال خاطر انت قلت الفلوس وقبل الاستقاله الجماعيه احترم استقال يوسف السرايري سي مراد سي مراد سناني سعد مجيد سناني سي مراد دعمي احترمنا في البلاتو يا ودي ما احترم لا سامحني ما تقصش يكمل فكرته ولا تتكلم نقول لك علاش تفضل باش نقول لك لان وقت انا عندي معناتها سلك كامل تاع تحكيم يستقيل انا كرئيس جامعه ما نعملش بلاغات ما نردش بالبلاغات نقعد مع الناس ونقعد معهم ونسمعهم ونزيد نطمنهم ناكد لك راهم ما يقربوش لكن الناس فما ناس عندها مصلحه بالتحكيم وعندها غايه غالط وتصمصر بالتحكيم والله غالط إيه؟ لا لا مش غالط والله غالط انا نعرف شو نقول سي ناجي جويني سي ناجي جويني كلم مدام زكيه برطاجي من قطر بالتليفون فما ناس بالتليفون كلمها استقال في قطر انت بالتليفون انت تشوف في قهوه انت فاتلك في لا 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 نعطيك في معطى سي مجيد يفو با ديفوندر لو ديابل يفو با ديفوندر لو ديابل انت في منصبك تو موجود عندك حق حق مش دافع لا لا انت دافع يا سي مجيد فو ديفوندر لو ديابل تفضل تفضل بعد ناقشني تفضل تفضل فما ناس صاحبي عندها غايب ناجي جويني يتنحى لان سكر عليهم الفان نتاع السمسره وموجودين في الجامعه ومعروفين وقراب ياسر رئيس الجامعه وخذاه بخاطرهم وتنحى سي ناجي جويني وهذه كلمه نقولها على مسؤوليتي وانا نعرف شو نقول دونك هذا اللي صار اليوم حتى شيء ما باش تغير حتى شيء ما سي مراد الدعمي ولا غيره حتى شيء باش تغير باش تقعد المنظومه هي بيدها القديمه باش ترجع وتو شوفوا السنه الموسم هذا كيفاش شنو باش يصير فيه وتو تشوفوا المظالم وتو تشوفوا برشا حاجات باش يصيروا وتذكروني بالياب فما حاجه برك ونختم معاك نهبوا اذا نهبوا احنا مصلحه التحكيم نتاعنا لازم الجلسه العامه اللي جايه اللي هي معناتها نتاع انتخابات تعمل استقلاليه التحكيم اداريا وماديا ويبعد خاطر اش عمل ناجي جويني ممكن الوحيد اللي ناجي جويني وقت جاء ما خدمش مع حتى رئيس جامعه التعيينات نتاعو ما يعرفها حتى واحد نهار خميس تتعمل تعيينات قبل وقتاش تتعمل تعيينات سيدي تتعمل نهار اثنين والجامعات تكون في بالهم بالحكام اللي باش يحكموا معناها جويني خويا
ليست حتى واحد ما يعرفها. لا سامحني، لا 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 راجع لا راجع تو وانا نغادر فاصل ونرجع. لا 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 ما تهددنيش سي مراد. لا مش نهدك مش نهدك، تقول لي خاطر هنا فما مغالطات يا سي. عندي فاصل اشهر يحكم فيه الوقت ونرجع. تفضل نجيد. لا تو نجاوبك اللي فما مغالطات. خليني نوضح نقطه قبل ما نمشي لمروان والسيد المخرج طلبوا مني فاصل اشهري، باش نقول لك زاد انا كلام من مصادري الخاصه. حق الحكام مكفول فلوسهم انتو شابل ويلزم ياخذوا فلوس معاك، لكن خويا فما حاجه نعطيك من المصادر مؤكده، لا علاقه لهذا الاضراب بالفلوس. فما ناس ما تحبش استقرار. يا سي عبد المجيد نكمل كلامي عاد امان. يا سي مراد، يا سي مجيد، يا سي مراد من فضلك نكمل كلامي. تفضل تفضل. فما اطراف ما تحبش الخير لتونس، دخلوا اترافير الانتخابات باش يشوشوا على الانتخابات الرئاسيه. تعدت الامور سلامات، اليوم تغير التكتيك من بوابه كره قدم والتحكيم. فما ناس ما يحبوش الخير، حبوا يعملوا تشويش واستقرار للبلاد اترافير الحكام. الحكام الابطال المناضلين اليوم، مع احتراماتي للجميع، نحكي على البعض من الحكام. نجيك اليسري بوعلي، تحول الى مناضل يسري بوعلي الايام هذوما، وانا نتحداه يسري بوعلي كان باش يبقى في التحكيم. يسري بوعلي خلنا نهنيهم مسبقا ان شاء الله ربي يهنيه قريبا باش 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 يعرس ان شاء الله ربي يهنيه مسبق، وباش يستقر خارج تونس. الور ما عادش عنده صله بالمنظومه التحكيميه. يسري بوعلي اليوم بطبيعه يلزم يكون بطل ويكون مناضل عن اي نضال يتحدث يسري بوعلي، واحنا نعرفوا السوابق والكوارث في حق عديد الانديه في كره القدم التونسيه. برشا ناس اخرين تقول لي الحكام الدوليين، خلنا نعطيك بعض الاسماء بربي. الحكام وهما موظفين في الجامعه التونسيه لكره القدم، يعني يخلصوا من التحكيم ويخلصوا كجرايه من الجامعه التونسيه لكره القدم. سي صادق السالمي المناضل يسري بوعلي، حسين بولعريس، خالد قويدر، وائل حناشي، الاخت رحمه علويني، مراد الجربي، امير لوسيف، حسين عبد اللاوي، وغيرهم من الاسماء. الناس هذوما يخرجوا من المكتب الجامعي. وديع الجري استقطبهم واعطاهم مناصب يخرجوا في شهريات كبيره، يخرجوا تعرفش يخدموا سي مكرم ولا على العام يخدموا ستة اشهر. على اساس شنو ست اشهر؟ العشيه ديما نتدربوا ويتدربوا في الليل ويخلص شهرية كاملة. هي هذا مش فساد مالي في حق البلاد، هذا مش تجاوزات في حق البلاد. نحب اليوم الحكام يولونا مناضلين. فما حكام نزهاء نحترموهم، فما حكام ما دام ما نحبش نحكي عليهم، ما دام ما تمش تعيينهم المقابلات ما نقولش قاطعوا واضربوا. لكن الحكام اللي توا ولونا ابطال، سامحني نقولهم، وقت كان وديع الجريء الناس كل دافنه روسها في التراب، حتى واحد يعني لا نكمل كلامه بعد كلمه. يكملوا هكاك شكون؟ سي صاحبي يعني كمل. لا ما قدرتش كمل، ما قدرتش كمل، كمل كلامي، كمل كلامي ونعطيك. امين امين نعطيك كلمتك ودافع من حق نحترم فيك الدفاع. انا رايي الشخصي فما اطراف خونه لعبوا بالحكام من اجل مصالح خاصه. قولهم لنا شكون؟ تو نقولوا فما اطراف السلطات المسؤوله تدخل لكم عليهم وتو كل واحد تمشي له كونفوكاسيون. تحكي من هذا هذا المطلوب. كمل كلامي. لا لا مكرم ما تفعلش معايا الاشاره، ما تفعلش معايا، ما تفعلش معايا مكرم، خليني نتحمل مسؤوليه كلامي. هذه المنظومه التحكيميه اللي كانت واللي ما زالت الحكام هذوما، كان جيت انا سحب قرار اقسم بالله لا عاد يزفر واحد. نمشي نجيب مش اشقائنا من الجزائر، اشقائنا من ليبيا، اشقائنا من المغرب، نمنع. لا نمنع الدوماتش هذوما نمنعهم، نحكي على الدوماتش اللي فاتوا سي مراد على الجوله نتاع ليغ دو. ما نجيش قدام راي صورتنا تشوهت امام العالم. مش المشكل في فاصل اشهري ونرجع لك، فاصل اشهري ونرجع لك، فاصل ابجيك.